ولا عدوان إلا على الظالمين، من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وغبنا غيبة طويلة، وشايف إنه يعني زي ما قالوا في ناس شعارهم كتر، التفف بقت كثيرة في الجامعة دي، عرفت كيف؟ كمية من التفف، كويس معاك، وإحنا عارفين مصدرها جاي من وين، كويس معاك. ودي شكلها كده العينة بتاعت مصطفى سيد أحمد وناس أبو عرك البغيت والنوعيات دي والناس الجمعيات، جمعية ما عرف نادوس، وجمعية ما عرف جالوس، وجمعية مكشاشة، وناس ما عرف عم عبد الرحيم كان دارك الكوبري نط فيه قطر انتهى منه، كويس. وناس ما عرف سكت المركب، كل الناس اثنين اثنين شكلهم شغالين، كويس، عاملين جمعيات ومبطحين راقدين. فكل الاساليب دي على علم بها، ولكن طولنا من الجامعه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا، كويس. فالكلام كان حول ما يتعلق بالعلمانيه وما يتعلق كل الضلال بانواعه، وبلدنا دي مليانه ضلال، مليانه ناس يعتقدوا انه الاولياء يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى، واحد تاني يعتقد انه اي حاجه في الكون ده الله، زي ما قال الركيني تابع للطريقه الصوفيه ده في ابو ادم، ده بيعتقد انه اي حاجه في الكون ده الله، قال وما الكلب والخنزير الا الهنا، الكلب الله، الخنزير الله، الحمار الله، ده الصوفيه. ويعتقد انه الشيخ ماسك الكون ده شت، قال ماسك الكون ده كله، شفت كيف؟ يقول لك حسن بكم الف الكون متحكم. دي نوعيه، نوع من انواع الكفر في البلد دي منتشر. واحد ثاني كمان يجي يقول لك انا اعلم من الرسول، عديل كده صلى الله عليه وسلم، اعلم مخلوق خلقه الله في الكون ده هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الفينات واحد بليد اسمه الترابي قال هو اعلم من النبي عليه الصلاه والسلام، والله. وده كان ماسك الجامعه دي، قرا قانون وتخرج هنا من الحيط دي، مرق من جوا من هنا، عرفت كيف؟ هو الصعاليق اللي معه ده الترابي، عراب الحركه الاسلاميه، كويس. في الكتاب بتاعه الحركة الإسلامية المنهج التطور الكذب قال وقد أخذت الحركة شيئا قال من قواعد التنظيم، قال من جسم غريب وما غريب، كويس، قال ألا هو الحزب الشيوعي، لأنه الأخوان المسلمين الكيزان والعلمانيين ده منهجهم واحد، لأنه الكيزان عبارة عن علمانية بصياغة إسلامية، عرفت الحاصل؟ علمانية لابسة ثوب الدين، لأن العلمانية ثلاثة أقسام باختصار شديد، في علماني زي الجماعة ديل المستغلين، طبعا ديل حزب قام بيشاكوش الجماعة ديل، طبعا عارف خبرون يحكى ويروى انه حزب بتاعهم قام بيشاكوش، واحد سوداني مش داري يعرس بيت، كويس معاك، والبيت بيت عرب وهم ما ود عرب، ومشى لابوها ابو يدو ادو شاكوش طوال جامع الحزب ده، كفر بالدين كله. طبعا البلد دي اي زول عنده مشكله مع الكيزان طوال بيجي بيسب الدين، يقول لك الدين ما نافع. ليه ما نافع؟ عشان الكيزان. هل الكيزان ده للدين؟ انت يا زول دار تذوق ساكت، انت دار تذوق من الدين ده، ما دار تلتزم بالاسلام بالشريعه الاسلاميه، لكن الموضوع ده مركب لك في رقبتك، انت خلقك منه؟ مش خلقك الله؟ الدين ده في رقبتك هنا، ربنا قال وما خلقت الجن والانس قال الا ليعبدون،
شفت ايه اللي يعبدون دي؟ قاعد لك كده في رقبتك تفرفر تنطط، تقول الله معف، تقول الله ثلاثه، تقول الشيخ الله، راكبه لك في رقبتك دي. بتموت ولا ما بتموت؟ مش بتموت؟ قالوا زمان في واحد شيوعي واحد نصراني، والنصراني كافر. ربنا قال في القران: قد كفر الذين قالوا ان الله شنو؟ ثالث ثلاثه. والشيوعي طبعا كافر، تقال الشيوعي ده شنو يعني؟ في واحد عنده تفه، قبل شويه كان واقف بجاي شايل له سيجاره وبيعاين كده. زول بيتكلم بالايات وانت عامل لك تفه دار تعترض؟ واقف فينا شفت في المحل ده هسي شايل له سيجاره وفات فوت، لكن ما بنخليك احنا قاعدين هنا. شفت كل اثنين بيجيك ناطين هنا ان شاء الله تبارك وتعالى لغايه ما نحلق للجماعه ده كلهم. عرفت الحاصل؟ ف زي ما ذكرت لك ان العلمانيه ثلاثه اقسام. في علماني قال ما في حاجه اسمها الله، طب ما في ده بسموه الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي ده اتاسس بدري كرد فعل العلمانيه، لانه العلمانيه لما كانت في اوروبا في فرنسا، لما كانت في فرنسا الدين النصراني دين منسوخ، لانه ربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ان الدين عند الله الاسلام، الدين المقبول هو الاسلام، واي دين خلاف دين الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى، قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي جعل الاسلام هو متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله شنو؟ قال لك فاتبعوني. فمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم هي الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني الا شنو؟ الا دخل النار. الاسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. عشان ما يجي واحد تابع للتراب يقول لا لا، ما دام ياهو النصارى اخواننا واليهود اخواننا والصوفيه اخواننا والشيعه الكفار اللي بيكفر ابو بكر وعمر وعثمان وبيقول القران ده محرف، ده لافين في جامعتين عارفينهم كلام الله ده قاله محرف كويس عارفينهم ده. ففي واحد قال ما في حاجه اسمها الله نهائي، طب ده الشيوعيين. وزي ما ذكرت لك انها قامت كرد فعل في فرنسا، اول دي بلد العلمانيه مرقت من هناك من فرنسا. في حاجه مرقت من فرنسا هتكون نافعه يا اخواننا؟ حاجه مرقت من فرنسا هتكون نافعه؟ والافكار دي كلها الليبراليه والديمقراطيه دي جاوا بها ناس كانوا موجودين قبل الميلاد، قبل عيسى ذاته. ده الناس ديكارت وناس افلاطون وناس ديل من قبل الميلاد، قدام قدم قدم ذاته عجيب مره واحد. عشان ما يجينا واحد يقول لك انتوا سلفيين يا زلمه، احنا لنا 1400 سنه، انت من قبل الميلاد من قبل 2000 سنه. كل الافكار دي، وانا قبل ما اخش الجامعه دي عندنا طبعا الكفار عندنا راكدين في اهلنا دي شيوعيين كميه والله اللي ده لا غيره. جيت الجامعه ده يغشوني لك بيكولين شبكوني لك ما اعرف هيا قيف نور فيكن، والله كنت حافظ هوس زي ده نور فيكن هيا قيف. انت مالك ومالي يا زلمه؟ قال هيا قيف نور فيكن، نور بالطلوات اختي، نور وخذ كل الغلابه، تدي للجعان لقامه وتدي للعطشان جغامه، وما عرف المخل الحال ما صنقر، في تقات الليل تدنقر، نور شافت في رواها، طيره تاكل في جناها، وحيطه تتمطى وتفلع. والله يد حيطه بتتمطى كويس معاك؟ دي الحيطه بتاعت محمد الحسن سالم حميد، ده شيوعي مجرم، ده من نور من هناك من بلدنا من هناك، ده مجرم كبير. عندنا قريبنا كان ماسك المكتب السياسي بتاعه، قال نازل انتخابات، زول عنده تفه بس ما عنده اي حاجه، تفه وشعر، تاري ما عنده شيء، قال داير يسوس الناس. عرفت الحاصل؟ يحفظوك هوا زي ده، تيجي الجامعه. النضال وما النضال وما ادراك ما النضال، ونعمل مظاهرات، وجماعه قاعدين هنا بيخلطوا. تاني يجي الركن الجاي، ونحن نمرق ولا بد الدكوه بقى زايده، والعجور زاد في السوق، والتبش، وما في دكوه في البلد دي. لابد نمرق، امرق ذاك الشارع. مش تمرق؟ اداك. تقدر تمرق؟ لكن يا جماعه بوصلوك الباب بس، شفت كيف؟ بوصلوك الباب هنا بيزوروا يخلوك لافي. فنرجع ونقول للموضوع الاساسي انه الشيوعيه دي او العلمانيه والكفر الحاده ثلاثه اقسام. في قسم
ما بيؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. والنازل زي ما ذكرت لك في اوروبا هناك لما قاموا الدين النصراني ده كان خلاص وصل مرحلة انتهى لانه نسخ بالدين الاسلامي بقى عاجز تماما. وفي كلام موجود في الانجيل متعارض تماما مع العقل الصحيح. والحمد لله القرآن والسنة ما في آية واحدة ولا حديث صحيح واحد يتعارض مع العقل الصحيح اطلاقا ده ما في. الا يكون النظرية ذاتها فيها مشكلة. النظرية جبتها انت فيها مشكلة. لكن الآيات والحديث دي ما في حد اي زول في الكلام ده. اي زول يتحداها في الكلام ده. فدل لما واحد الف كتاب سموه المين بيتكلم عن الثورة اسمه جان جاك روز تقريبا كده. ده الف كتاب وبيسموه انجيل الثورة. بعد ذاك نشروا للناس قالوا لابد نزيح الملكية ونظام الملكي لانه النظام كان مقسوم بين القساوسة وبين الملوك مقسوم كده. يعني الملك والقسيس ماسكين البلد كلها والملك والقسيس قاعدين فوق. القسيس ده ماسك الطريقة قاعد فوق وجماعة جعاني قالوا نشيله. لما عملوا ثورة كسروا السجن مرقوا برا شالوا الدين النصراني زحوف عيد. بعد ذاك لما ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا لما ظهرت في أوروبا عملوا قطارات وعملوا بواخر وعملوا طيارات وعملوا معامل كويس. الخواجات ديل بذلوا مجهود كبير جدا في العلم التجريبي ونجحوا في الجانب ده. طوالي قام بعد ذاك قالوا شنو؟ قالوا يا دوب شوف الهوى سينا وين خلي بالك كويس. قالوا يا دوب احنا عرفنا انه الدين ما نافع. ليه؟ قالوا لانه لما انزحينا الدين احنا اتطورنا. يبقى انه الدين ما نافع. انت الحاصل؟ عشان كده بيجي واحد حيوان كويس معاك. ربنا قال كده في القران. ربنا قال ان هم الا كالانعام. انا بسال ابتفا والشيوعيين والكفار القاعدين هنا شنو انت داري في الدين ده؟ ما لقيته. ما اي شيوعي بيقول لك انا ما داير دين ما داير الله ذاته. وفي واحدين طبعا لما تجي داخل تكون جديد يكون في الجمعيه يجيب لك واحد له شعر كده يقول لك عندنا جمعيه ادبيه. بنت قال واحد نفوذ في الشعر وشايل له عود عامل راسه كده ضارب له سيجارتين وراقد كده ده شيوعي. عرفت الحاصل؟ بعد مسافه يقول لك لا لا انا شيوعي في الاقتصاد. شيوعي في الاقتصاد هاي كافر برضه. عرفت الحاصل؟ لانه الاشتراكيه ده كفر. ولو دارنا ناقشك في الموضوع بنناقشك. الاشتراكيه ذاتها كفر والليبراليه ذاتها كفر والعلمانيه والديمقراطيه والانتخابات دي كلها من وسائل العلمانيه. الديمقراطيه التصويت. التصويت ده دي ابلد فكره على مر التاريخ جابوها العلمانيين ديل عشان يسوقوا بها الناس الرجل جوا الدهماء. ياخذ قلت لك صندوق بتاع اختراع كويس معاك. يجي بروفيسور قاري وين 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 شهادات يخوض صوته بالصندوق ويجي واحد من السوق من الملجة بتاع خدار يخوض صوته واحد في صندوق ده جوه ده ما بليد. ابو بكر الصديق كويس معاك. ومحمود عبد العزيز في الصندوق صوت واحد. ده عند العلمانيين كده. عرفت الحاصل؟ ده ما بليد. دي ابلد فكره الانتخابات دي ودي من وسائل العلمانيه. زي ما انا ذكرت لك انه الناس لغصوا الدين. قال احنا لما اتطورنا معناه الدين ده كان سبب شنو؟ عشان كده بيجيك الشيوعي بيقول لك الدين افيون الشعوب. هنا سؤال يا تو دين ده؟ ده يا تو دين؟ تتكلم عن يا تو دين انت؟ جدل ناس الصادق المهدي وغيره الاتحاد الديمقراطي وغيره من الاحزاب الديمقراطيه فطوم احمد ابراهيم وابراهيم نود نقلوا الكلام ده بيرمته من هناك ويطبقوه هنا. بيجي بيقول لك الدين ما نافع. كويس معاك؟ وبيتكلموا بطريقه خبيثه جدا بيصوروا ان الدين هو الكيزان. خليت بالك معي؟ وفرق كبير يا اخوانا فرق كبير جدا بين النظريه وبين التطبيق. فرق كبير بين النظريه وبين التطبيق. انا الان كذل سلفي ما كوز الحمد لله. والكيزان ده ما عندهم اي علاقه بكتاب ولا بسنه اطلاقا. زي ما ذكرت لك المنهج بتاع الاخوان المسلمين ده عباره عن علمانيه بصياغه اسلاميه. وانا مستعير ادلل لك الكلام بالادله. كويس؟ فبنتكلم انت قاصد ذات دين، هل قاصد الدين الاسلامي؟ اذا انا كذا سلفي اخطات في مساله هل معناه انه الدين كعب ولا انا كعب؟ عرفت الحاصل؟ لانه العلمانيه لما نيجي نناقشهم نقول لهم سؤال
جمال عبد الناصر فشل في مصر، داك صدام حسين فشل في العراق، علماني ولا ما علماني؟ عبد الناصر علماني ولا ما علماني؟ صدام حسين فشل ولا ما فشل؟ كلهم فشلوا. داك المزعوم بتاع ليبيا داك فشل ولا ما فشل؟ كل العلمانية في الدول العربية والإفريقية فشلت. لما تجي تقول لهم العلمانية ما نافعة يقول لك لا لا لا، زي ما قال صادق المهدي عمل الديمقراطية الأولى، كويس معاك، انتهى من البلد دي فات. جاء واحد ثاني قال نعمل الديمقراطية الثانية، قالوا له فشلت. ثاني قال مزيدا من الديمقراطية. طبيعي لما نجي نقول لك مزيد من القرآن ومن السنة بيقول لك لا 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 لا. بيقوم يضربوا لك مثال بالتجربة بتاع شنو؟ بتاع ناس الترابي، ودي أفشل تجربة مرت على السودان كله. عرفت الحاصل؟ فنرجع ونقول انه العلمانية دي نشأت هناك شنو؟ كرد فعل زي ما ذكرت لك. والعلمانية معناها زي ما هم قالوا، قالوا هم فصل الدين شنو؟ فصل الدين عن الحياة. علماني انا مش ارجع المعجم بتاع اللغة الانجليزية. علماني يعني شنو؟ انا مش اقراه. علماني يعني لا ديني. عرفت الحاصل؟ انا بسألكم سؤال يا طلبة، زول لا ديني معناه شنو؟ لا ديني معناه مسلم؟ عشان ما يجي واحد يبكي لي هنا. قلت لي علماني؟ اي شد حيلك طوالي. تعرف لي العلمانية جابوها هلا. العلمانية جابوها هلا، مش العلمانية. ما يجي واحد هنا يعرف لي العلمانية من راسه. تعريف من راسك انا ما دايره. تجيب لي تعريف الجماعة العملوها هم ذاته. هم ذاتهم الجماعة العملوها. لأن أي علماني لما نجي أعرف ما تلقى اثنين من العلمانيين يتفقوا لك بتعريف العلمانية. أي واحد بيعرفه براه بنجره من راسه ده. عرفت الحاصل؟ ده نوع. النوع الثاني الأسوأ ده بينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ده الناس لينين. في واحد بتاع عالم بتاع أحياء ألف كتاب، عالم أحيائي ألف كتاب قال أثبت فيه إنه الكون ده ما خلقه الله، كويس معاك، وإنه الكائنات دي عبارة عن كذب لنظرية شنو؟ عبارة عن كذب لنظرية التطور والنشوء والارتقاء. يعني الكائنات الحية دي كلها بتتطور بعضها في بعضها كده، كويس معاك؟ قال كده تطور، قال الجريد بقى جريد شمبانزي، والشمبانزي قال رب كده بقى زول، كويس معاك؟ بعد ده جابوا الفهم ده، قالوا ما دارين حاجة اسمها إله، قالوا كفرنا عديل بحاجة اسمها إله، قال لا إله وشنو؟ والحياة مادة. وعندهم جريدة شغالة في بلدي، جريدة اسمها الميدان تابع الحزب الشيوعي شغالة، كان شغال يوم الاثنين شغالة، والناس ذا قاعدين ونحن دارينهم الليلة ده، احنا دارين الناس ذا تشت يجوا هنا ده في المحلة، كويس معاك؟ داري مناظرة احنا بنشتغل معاك، كويس معاك؟ دار أي حاجة ومن قطبك أنت دار أي شيء صوفي نفتح له فرصة، أي صوفي هنا قال أبو الشيخ بيعلم الغاب تابع للبرعي، أي تعال اجي فينا بنزلك برعي ده مؤلف كتب، كويس معاك؟ شيعي، كويس معاك؟ تسيب الصحابة عندنا معاك كلام هنا. علماني الواد ده الوقف قبل شوية هنا ده اديه مسكول، انا عارف جماعته قاعدين اديه مسكول، قول للناس دي قاعد دايرينك. عرفت الحاصل؟ قول لي الاشتراكية ذاتها ما عندها علاقة بالدين. فالموضوع ده طويل، عرفت كيف؟ وعشان الموضوع ده يبقى يمشي في المسار الصحيح نحن نمشي نصلي، نصلي العصر ونجي نشوف شنو؟ نشوف الجماعة دي. فنتوقف ان شاء الله نصلي العصر ونجي نواصل ذلك. وصلي اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. ده انكر وجود الخالق سبحانه وتعالى عادل كده، زي ما قال لينين عندهم كتاب اسمه الثوره والثوره الثقافيه، بيقول قال وبهذا الصدد اننا لا نؤمن بوجود الله، او نحو هذا الكلام عندهم في كتابه، كويس معك، انه الناس ديل ما بيؤمن بوجود الله عز وجل سبحانه وتعالى، انكر وجود الخالق عز وجل، كويس. وتلقاهم شغالين في الداخليه وغيره، كويس معك، شغالين يقول لك ما في حاجه اسمها الله سبحانه وتعالى اطلاقا، يقول لك الله انت شفته؟ يجي كده انت شفت الله؟ يقول لك زي ما بتذكر واحد من الشفعة بتاع نصارى سنة شابكنا، يقول لك ما في حاجه اسمها الردود، والردود دي جرح، والجرح يغسل القلب. لما الولد قاعد يغسل في هدومه في الداخليه، لما في واحد مجرم كافر شيوعي، وطبعا الشيوعي بيعمل فيها ذكي وبليد، بيديك سؤال يدخلك في حلقه مفرغه، ساله قال له
قال له الكون ده خلق منه؟ طبعا ده يقول له والله ده سؤال صحيح كده. قام قال له الخلق الله منه؟ ده قال شوي درده قال انترسلنا ده ما بليد ما قال ما في حاجه اسمها ردود. لما شيخ ولمه في ناك جلدوا اللي زيك جلدوا داك جلدوا مين داك وكده الى اخر. ده موضوعنا الليله انت الحاصل. فالشاهد من الكلام بيجيبوا لك برنامج زي ده والجواب على الموضوع ده سهل. ده موضوع ده شغل بتاع شنو يا اخواننا؟ دي نظريه بتاعت يدخل الزول في حلقه مفرغه. طيب انا بسال الشوي ده سؤال ذات ده بسال سؤال بقول له سؤال لو وريتك الخلق الله ابنه بتوريني الخلق ده؟ هيقول لك هاي. اذا قال لي هاي برضه بقول له ده الخلق ابنه. والله دي ليوم القيامه ما اتفك منك فينا. وده موضوع فادي. شفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى امرنا بالتامل في الكون. فده بيدخلوك في حته زي دي. يقول لك انت حاجه لمستها في الجامعه دي في المحل ده هنا في الشارع ده ذات. واحد اسمه يانج ماسو تابع الحركه الشعبيه الشيوعي هسه عامل له مكتب هنا بتاع ترحيلات قال بيسفر الناس قال كويس معك؟ كويس. قال معناه قال جاينا زمان بدري. قال انا الله الا تجيبوا لي جوا المعمل. مش عندكم دكتور هنا اسمه فتحي الرابعه؟ قال جده قريت هنا في علوم دي دكتور اسمه فتحي الرابعه ولا فتحي الرابعة ولا من اسمه؟ المهم قال جده قريت. قلت له ضنبك وينه يا دكتور؟ عندك ضنب؟ انت شيوعي جدا قريت؟ اول حاجه تورينا ضنبك وينه؟ تجي مارق الضنب ده نعفسه كده عشان نعرف انت قريت. انت الحاصل؟ بعدك بنتناقش معك. نحن في الدين ده عندنا ناس بيجوا قرود لكن زول كويس معك؟ ناس الله بقاهم شنو؟ بقاهم قرود لكن زول قريت يقبى زول دي ما في دي نهايه ما في. اسمعك الله خلق القريت قريت وخلق الزول زول وخلق الحمار حمار وخلق الصعلوك ده صعلوك دار الصعلوك عشان دي بالجهنم. كويس معك؟ زول بيضحك كويس معك؟ فتعرف انه بيدخلوك في كلام زي ده. اول حاجه الكلام ده كلام باطل. ما معناه انت اي حاجه شفتها او لمستها او شميتها معناها موجوده. لا ما معنى. كويس معك؟ لانه الكلام ده غلط. في حاجات انت قاعده وما بتشوفها وهي موجوده. اصل بني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلق له روح عنده روح في جسمه جوا بني ادم ده. احنا نسال الزول الشيوعي ده قال الا يلمس الا يدخل له الله في مايكروسكوب قال اذا خذ المعمل يشوف الله قال في هاي معناها في. كويس معك؟ الروح دي انت في جسمك جوا في روح ولا ما في روح؟ انا بديك اسئله بديك اسئله في ورقه وامشي خش المعمل شيل لك عينه من الروح بتاعتك ها؟ شيل عينه وامشي خش اللاب هنا. كويس معك؟ السؤال الاول الروح بتاعتك دي طولها كم متر؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني روحك دي لونها شنو؟ خضراء بمبيه صفراء داري نعرف. كويس؟ الكثافه بتاعتها ذاتها كم؟ داري نعرف هنا. دي اسئله. لو جاوبت الاسئله دي بعدين بنجيب لك كلامك. ما هي حاجه تعسي الكهرباء دي انت شايفها الكهرباء دي؟ شو شايف الكهرباء؟ اذا جاء شيوعي قال لك الكهرباء دي الا اشوفه كده بنشيله طوالي نوديه نوديه الاداره هناك ولا الزول ده نوديه هناك اتجاه الماحي ياخذ كهرباء هناك. انت الحاصل؟ فده كلام باطل. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتامل ان الانسان يتامل. ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون. سبحانه وتعالى ربنا قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عرفت كيف؟ والان الشيوعيين قاعدين في السودان هنا ناس فاروق كذا المات الهالك وابراهيم نغد قال صلوا عليه. والله خشيت النت لقيت الجماعه قال صلوا صلاه جنازه نغد ما اعرف قروا الكافرون قروا شنو انا ما اعرف. والله لقيته في حريم والله حريم كويس واقفات في صلاه الجنازه بتاعت منو؟ ابراهيم نقود نقودي ده مات. جايبني بالتلفزيون واحد كوز بليد اسمه مين كده حنين بابي كده حنين اللي اسمه ما عارف وما بيعرف يناقش ما عنده علاقه بالدين ولا بالدعوه. عرفت الحاصل؟ سال ابراهيم نقود اسئله ما المفروض كان يسال له. ساله قال له انت بتصلي؟ ده قال له انا الان ده لو طبعا انا الان يعني هسه هو قاعد ما في صلاه يعني اسمعك وده ما السؤال المفروض يسالوا هنا. وبرد يسالوا انت بتؤمن بوجود الله ولا ما بتؤمن بوجود الله؟ زمان في جماعه يسمونها الجبهه الديمقراطيه. الجبهه الديمقراطيه ديل الحزب الشيوعي على الاسم بتاعه لما بقى شين بقى كاب
قاموا سموها لك شنو؟ سموها لك الجبهة الديمقراطية. قام الشاكلوا عملوا جبهة ديمقراطية الحديثة، حق تابع لوارث مبين كده وراك. عرفت الحاصل؟ تابع لوراك. دال بيجي بيقول لك هل احنا التحالف الراسخ، بيقول لك كده، بيقول لك هل احنا الطلاب الديمقراطيين التحالف الراسخ مع الحزب الشيوعي. قال لي انجاز مرحلة الثورة. قال دايرين يعبوا الناس انه زيت ما في ودقيق ما في، في صفوف بتاعت بنزين وصفوف بتاعت عيش، عشان انت تتنفخ ضد الحكومة. لما المجتمع يصل مرحلة من الغضب من الحاكم، طوال يقوم واحد يمشي السوق يحرق نفسه، دي بسموها الشرارة. عرفت كيف؟ بسموها شنو؟ يقول لك الشرارة جات زي الدول بتاع تونس، ده حرق رقبته وده حرق رقبته وجماعة جيته. دي اسمها انجاز شنو؟ مرحلة الثورة. والثورة ما في هنا قادرين، ما في ثورة، نهاية ثورة ما في، إن شاء الله تبارك وتعالى. عرفت الحاصل؟ فدل بيقول لك تعالوا وده كذب كله. الجبهة الديمقراطية دي دل شيوعيين زادوا. المستغلين دل يقول لك احنا منظومة، يقول لك لا احنا ما حزب، انا احنا منظومة. يقول لك منظومة بتاع شنو؟ انت شيوعي يا ده الناس، انت شيوعي يا زول، انت زول ملحد. عرفت الحاصل؟ بذكر في جامعة الأهلية واحد اسمه بنقة ولا ده بنقة ولا شو ما عارف، جاء هناك سألنا سؤال، يا زول الله في ولا ما في؟ كويس معاك في الأول اتلولو، بعد شوية قام قال ما في حاجة اسمها الله. عديل طب قال ما في. فدي حقيقة الناس دي. فأنا من هنا بحذر الطلاب. الطلاب أنت زول جاي جامعة هنا كويس معاك، ما تقضي علي خلط. تقضي علي خلط وأنا سمع البنات وساكتك كويس معاك، لأنه شيوعيين بيخشوا للناس من باب شنو؟ البنات. يقول أنت برلوم جديد بالذات لو بقيت شاطر في الدفعة، في الكلية واحد تقدر تلصق فوقك. أنت ما جاي كرت من برا. بنات ديل بنوت ديل ما لقيت انت كويس في الاساس ذكور، الثانوي ذكور، جيت هنا باب لقيت دي قاعده في كلك وعلي تصاحبك سمستر واحد بس بتجيب راسك، السمستر الجاي بتجي راسك عامل لك تفه بس خلاص ركبت فيك المكنه. عرفت الحاصل؟ يدوك شريط ويقول لك عندنا جلسه بالعود كويس معك، جلسه بالعود عندنا جمعيه اسمها جالوس ونادوس، ويقول لك ما اعرف جرح الوطن خطانا خط، خطانا خط ما منه نط، هذا النط بتاع شنو؟ تعال خش الركن دينا. نفتح الفرصة هنا لأي شيوعي، أي شيوعي. كويس معاك؟ مستغلين اتحاد ديمقراطي تعفتها غيره. كويس معاك؟ وأغلب الشيوعيين. يا خوش الجامعة تلقى اتحاد ديمقراطي، بعد شوية باب تلقى قلب مع شيوعيين، معظمهم كده. والله معظمهم زي ده كده. عرفت كيف؟ معظمهم من النوعية دي، تلقى اتحاد ديمقراطي، بعد شوية بغادي شغالين. وفي الجامعة هنا بيتحالوا سوا، تلقاهم شغالين سوا، لأنه في النهاية أبون واحد وأمهم واحدة، أمهم العلمانية جو من برا. عرفت الحاصل؟ فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى نفتح الفرصة إن شاء الله للأسئلة وللحوار والنقاش فيما ذكرناه، كلام اللي احنا قلناه ده كله. ده حق ولا باطل؟ لو في أي زول عنده دار يناقش أو دار يسأل، نحن نفتح له إن شاء الله تبارك وتعالى الفرصة للحوار والنقاش. والله انا شايفهم كلهم قاعدين ده بتفا والكوز ذاك وده بلاي انت منذر ثلاثه قال لا فينا والله ده دول عجيب مره واحد اسي ده قال لا في بجاي كيزار راكدين شايفين دول علمانيين كلهم قاعدين اسمها قاعد يا دوام نخليك هذا دي البدايه قاعدين انا هنا عزاك هنا في الجامعه دي ان شاء الله تبارك وتعالى الفرصه مفتوحه الحوار النقاش اذا كان ما بزول داري ناقش ان شاء الله ندخل ان شاء الله شيخ شهاب ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.